نقدر بانه صراحه كانت صدمه بالنسبه لنا، لانه بقات تقريبا ساعتين المقابله باش كنا عوالين والد انه يكون في برك الاحتياط، لكن الكاف عندها قرارات اخرى خصنا نحترموها. ما عرفناش شنو هما الحيتيات ديال هذه العقوبه، شفنا بانه داك الشيء كان من الكوتي ديال الكونغو ولا من الكوتي المغربي، ولكن ما كناش كنتظروا هذه العقوبه ديال الوالد. فبالتالي فكاين غريب امزين وكاين بن محمود، يعني كتهضر على كفاءه يعني بمثابه مدربين حتى هما فعايشين مع اللاعبين، فتنظر بانه غادي يكون واحد التواصل بينهم وبين الوالد. فهذه من جهه انا ما كنخافش من هذه الناحيه هذه، لانه تقريبا الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني يعني طاقم اللي هو احترافي، فما تنظرش غادي يوقع في يعني في شي غلط. بالنسبه لي انا المقابله مقابله خصنا ناخذها بواحد الجديه وبواحد المسؤوليه، لان المقابله ما سهلاش كي كيتوقع الجميع، فشفنا مفاجات اللي هي كثيره وعديده، فما خصناش نخليو حتى شي حاجه للصدفه. فبالنسبه لي انا يجب استغلال انصاف الفرص وقتل المقابله اذا سنحت لك الفرصه. فشفنا علينا مع المنتخب ديال الكونغو فضيعنا فرص عديده في الشوط الاول، ما استطعناش نخدموا المقابله وتعذبنا، واستطاع ان المنتخب الكونغو انه يرجع في المقابله. فنتمنى ان اللاعبين يستغلوا انصاف الفرص ونكونوا كامل في القوى الذهنيه ديالنا والبدنيه وسيرتو البدنيه والنفسيه، لانه العامل البدني كنعرفوا نسيروا المقابله وكنعرفوا اننا ندبروا المقابله في 90 دقيقه، لكن بالنسبه لي انا العامل الذهني وسيرتو الهجوم ديال المنتخب الوطني، فلازم يكون في كامل التركيز ديالو على الاقل تحسم الامور والبدلاء يدخلوا ويعطيوا الاضافه، وبالتالي غادي تقدر تريح العديد من اللاعبين وتقريبا يكونوا في نفس المستوى في انتظار ان شاء الله مقابله ديال تشومو. ما تنظرش بانها صدفه، فتاهل مستحق، تاهل تاريخي، لان تيقول واحد المثال بالمغربيه تحكر العود يعميك. فذاك الشيء اللي وقع للمنتخب الجزائري ان استهانوا بالخصم، موريتانيا بينت على انها منتخب متطور، منتخب اللي قوي، فاز على المنتخب الجزائري ذهنيا وبدنيا وتقنيا ومهاريا، سجلوا هدف حافظوا عليه، كانت عندهم واحد الرغبه اللي هي كبيره، ذاك الاصرار وتوحيد الصفوف هو اللي خلى المنتخب الموريتاني انه يفوز بالمقابله. تنظر بانه فوز مستحق وتاهل تاريخي، فهنيئا للمرابطين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.